طيب احنا كده وصلنا خلصنا من فقرة حق الجماهير، جينا بفقرة هنقول لك فيها انت مين، مكتوب ايه في اسمك في البطاقة، ساكن فين، بتحب ايه، عرفنا بأسرتك، هنقول لك انت مين، هترد علينا تقول لنا ايه؟ انا اسمي في البطاقة مصطفى مراد، مصطفى فهمي مراد فهمي حسين، اسمي مركب يعني جاب بطريقة يعني مش غير مقصودة يعني. وساكن في 6 أكتوبر في الحي المتميز هنا في 6 أكتوبر. وزي ما انتوا عارفين عائلتي مرتبطة بالنادي الأهلي وعائلة رياضية من الأساس، وكان جدي كان راجل سياسي في الحزب الوطني أيام الزعيم مصطفى كامل، وتفادى يعني وجهنا ناحية الرياضة. الرياضة، عرفنا بأسرتك. أسرتي زوجتي السيدة نهال من عائلة العور، وعائلة العور دي في برضو يعني عائلة كبيرة في النادي الأهلي، في محمود بيه العور وحسن العور كانوا من أقطاب النادي الأهلي برضو. وعندي ولدين، عمرو توفاه الله في فبراير 23 فبراير 2000، ومراد فهمي الصغير وهو كان بيعمل في الاتحاد الأفريقي وتمت برضو إقالته بسبب أخيه. وعندي حفيدتي نبيلة فهمي الجميلة اللي عوضتنا عن فقدان عمرو فهمي، وزوجة عمرو السيدة هنا عبد الستار. هوايتك ايه غير الرياضة؟ هوايتي الرياضة كان التنس، هوايتي متابعة مباريات التنس، وهوايتي القراءة. قراءة، آخر كتاب قريته ايه؟ بقرا كتير عن السياسه الفرنسيه، السياسه الفرنسيه خصوصا الجمهوريه الخامسه، لان انا من عشاق جيرال دي جول. جيرال دي جول كان شخصيه تاثرت بيه محوريه في فرنسا، وكان هو يعني يمكن الناس مش عارفه ان الامريكان اما كسبوا الحرب ما فرنسا ما كانش هتستقل، كان في هيعملوا جيش امريكي او نظام امريكي، حكومه امريكيه تدير فرنسا، ولولا ديجول لكان فرنسا هتبقى يعني زي المانيا كده فيها قوات امريكيه تديرها. وهو يعني كان عنده رؤيه وعبقريه رهيبه جدا في انه يرى المستقبل. عملت ايه بزمن الكورونا؟ هل حددت من تحركاتك؟ بالطبع. وكنت في يوم من الايام اول ما ظهرت الكورونا، وكنت في فرنسا يوميها وسمعت خطبه للرئيس ماكرون، وكانت كنا المفروض نرجع كمان 3 4 ايام. طولت بعدين هناك. قريت ان المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرر اغلاق الحدود، كان اعتقد يوم 19 مارس واحنا كنا في 16 مارس. قعدت فتره بقى طويله. لا صحيت زوجتي ونزلت على طول، قلت لها جهزي احنا مسافرين النهارده، قالت لي نجهز ايه الشنط، قلت لها جهزي الشنط. وكلمت مصر غيرت الطياره بتاعتي ورجعت، وكان الناس كلها راجعه بقى المصريين اللي بيدرسوا هناك. طيب. كلنا راجعين. انت من هواة الاغاني، تحب تسمع الفن الاغاني القديمه؟ يعني بسمع السيده ام كلثوم. يعني ايه الاغنيه اللي بتشدك او بترجعك للزمن الجميل؟ فات الميعاد. فات الميعاد، هو فات من زمان. انت اكيل؟ لا مش مش قوي. ايه اكلتك المفضله؟ لا بحب الفول والطعميه. فول وطعميه، لا ما ده احنا بناكله بنفتقده بره. طيب بتحب تخش المطبخ كتير؟ لا ماليش خبره خالص. مفيش اكله معينه انت بتفكر فيها ممكن تعملها؟ لا ما عنديش يعني اكلات الاسماك والحاجات دي.
ما فيش أكلة فرنساوي كده بتحب تعملها كده ولا حاجة؟ لا ماليش. ما فيش. طيب بتحب العزلة ولا اللمة؟ في أحيانا في ساعات بتبقى بحب اللمة جدا، وساعات ممكن أقعد يعني كذا يوم أتفرج على التلفزيون، أقرأ كتاب. بتحب تتفرج على الأفلام القديمة الأسود وأبيض؟ لسه كان امبارح بتفرج. إيه الفيلم اللي بيشدك؟ الفيلم أكتر فيلم بيشدني أبيض وأسود الرجل التاني. الرجل التاني. ومين من الفنانين بتوع زمان اللي بيضحكك؟ بتوع كده تفضل تضحك أول ما تشوفه؟ أضحك نجيب الريحاني وفؤاد المهندس. فؤاد المهندس. طيب مين مثلك الأعلى في الحياة؟ والمثل الأعلى الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن يعني كان في الأديب الفرنسي لامارتين، وده قيل أسلم. أنه أسلم، قال لك إن عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه التغيير الذي أدخله على البشرية نعم. في فترة قصيرة جدا من الزمن لم يحدث في تاريخ البشرية، فده هو أعظم شخصية. وطبعا تعرض طبعا لهجوم، فاضطر بعدين ان هو يقول لكن المسيح ليس من البشر.